حتى يوم أمس كانت الاجتماعات في حالة ربما تفاؤل، ولكن يشوبه الحذر، الحذر من أن لا تنتهي الأمور كما كان متوقعا بأن تنتهي الجولة الثالثة بالتوافق حول 55 مادة التي تم يعني وضعها للجولة الثالثة، والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر على مدار أسبوع من يوم الأحد الماضي، أي تنتهي بيوم السبت المقبل. خلال اليومين الماضيين كانت هناك العديد من الجلسات التي ناقشت هذه المواد، ومن بينها مواد خلافية، ربما تتمركز هذه المواد الخلافية في خمس مواد رئيسية. من بين هذه المواد الخلافية هي المادة المتعلقة بنظام الترشح لرئاسة الجمهورية وصفات المترشح، هل يمكن أن يترشح مزدوجي الجنسية لانتخابات الرئاسة خلال الفترة المقبلة أم لا؟ أيضا موقف العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذه هي النقاط التي بها خلاف بين مجلسي الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي خلال الفترة الماضية. ولكن ماذا يمكن أن يتم خلال الفترة المقبلة في حال إذا لم يتم التوافق حول الخمس مواد العالقة خلال الجولات الأولى؟ لكن هل يبقى هذا احتمالا يعني واردا كريم، عدم التوافق في حين أن هناك مدة زمنية محددة وهي 19 من الشهر الجاري للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف؟ وتيرة سير هذه الاجتماعات هل توحي بإحراز هذا التوافق خلال هذه المدة؟ إذا ما تحدثنا عن الخمسين مادة الأخرى فبنهاية هذه المدة ستنتهي وسيتم التوافق حولها وسيتم رفعها إلى الأخرى.